ورجعنا مره تانية لحضراتكم بعد الاستراحه، وطبعا هنبدا معاكم الشوط الثاني. عملنا في الاولاني البساره بطريقه بسيطه ولطيفه لكل اصدقائنا اللي طلبوها. هنعمل دلوقتي وصفه مميزه جدا من الوصفات الجميله، لكن في انتظار برضو اتصالات حضراتكم، وبفكركم دايما يا ريت تدعوا لنادي الاهلي يا رب ان شاء الله باذن الله للفوز ليه، ودايما يكون سعيد ومتفوق ويوصل للدور ال11 باذن الله. طيب هنقلب كده تقليبه حلوه، صوتكم بعيد عني قوي ومش عارفه ايه السبب. بصوا كده هنقلب البصلايه، بدات بصوا تاخد اللون الذهبي حلو كده، دايما دايما اقلب فيها. طبعا بصفيها بقى في مصفى بعد ما بتطلع، انا بس حبيت اوريها لحضراتكم، هي بتدي كده يعني شكل حلو للي حابب يستخدم البصله دي جوه الخليط، او مش شرط يعملها جوانح زي ما انا عملتها في البصل. في ناس بتحب تغمسه، بيبقى البصل صغير كده ومحسوس يعني. طيب هنبدا نقول وصفه لطيفه جدا مشهوره قوي زمان برضو، وتحيه لكل اهالينا زمان، نقول لهم يعني ربنا يبارك فيكم ويديكم الصحه والعافيه. حاجات كتير جميله، ارجو ان احنا ما تندثرش مع الوقت. حاجه اسمها الفوليه او المفصصه او المدشوشه، هي وصفه بالفول المدشوش. تعالوا نشوف كده مكوناتها ايه، هي بسيطه جدا. عندي فول مدشوش مسلوق، يعني هنسلقه او هنسويه على النار، هو يكون منقوع اهم حاجه. عندي ثوم مفروم، بصله مفرومه، عندي كزبره جافه، صلصه طماطم وعصير طماطم، عندي ملح وفلفل، عندي زيت وزبده، عندي كزبره خضراء، وعندي طبعا كمون. انا هعملها طشه عموما، طشه من الكزبره الخضراء والثوم يعني مع الكزبره ناشفه، وهستغلها. طيب بصوا بقى، انا طبعا بما اني مش الوصفه البصله دي انا مش هستخدمها في يعني خلاص انا حطيت بصل مقرمش، انا هاخد البصله دي استخدمها في المفصصه، وكاني حمرت البصل وهبدا اضيف عليه الثوم، ودي اول مرحله في المفصصه. هي وصفه جميله جدا محببه، تعالوا كده، الله الريحه روعه. طبعا ريحه البصل مع ريحه الثوم دلوقتي رائعه، بحب احط شويه التوابل دول يعني يقووا النكهه كده في الاول. الله الكزبره الجافه، رشه من الكمون، وبعدين بنضيف بسم الله الرحمن الرحيم الصلصه. بسم الله، كده نقلب تقليبه بالراحه جدا. ممكن ندعم بمعلقه واحده من الصلصه عشان تدي بس يعني تيست كده وقوام حلو، ودي اختياري، معلقتين صغيرين. نقلب تقليبه حلوه، هحط رشه الملح والفلفل. بسم الله، ادي رشه ملح وهنحط رشه فلفل، وهقلب تقليبه حلوه. ومعلش انا هحط معاها شويه من الكزبره الخضراء، تدي طعم حلو. بصوا بقى الوصفه دي ليها كذا اسم، ليها برضو الفول مش المقيلي اللي احنا عملناه اللي هو التسالي، المقلي. المقلي ده بيبقى بيتعمل ساعات بالفول الاخضر كمان. الفول صوتكم بعيد، ممكن اعرف السبب؟ اوكي، معانا استاذ ادري، اهلا وسهلا استاذ ادري. استاذ عظيمه منوره الدنيا، الله يبارك فيك يا فندم، تسلم. ايوه استاذ عظيمه معاك يا فندم، اهلا بيك يا استاذ ادري، اتفضل. والله العظيم طبق البصاره وطبق الفول، الله يخليكي. طبق البصاره ده لازم يروح المغرب النهارده عشان ربنا يوفق النادي الاهلي باذنك. امين يا رب. يا رب تسلم لي، كنت لك ذوق والله يا استاذ ادري، ربنا يخليك، يروح على علينا الاثنين. والله بجد وعلى يروح على عنينا يا استاذ ادري والله، وتحيه لكل اهل المغرب اللي بيشوفونا وبيتابعونا من خلال شاشه قناه الاهلي. بجد انا هسيب ده بقى يعني تغلي غلوه شويه كده مع بعض، يعني تتسبك شويه زي ما بيقولوا، وبعدين انا هنا مهم قوي نع الفول. اهم خطوه في الفول ده ان احنا ننقعه. طبعا بلاقي فوله كده ايه جامده برميها، بتخلص منها، يتنقع كويس ونغير الميه بتاعته مره واحده مش مشكله من بالليل للصبح. وبنحط معاه لو حضراتكم حابين نص معلقه صغيره من بيكربوناته عشان الناس اللي بتتعب شويه، القولون بيتعب. ومعانا حاجه ليلى، سلام عليكم، اهلا بيكي حاجه ليلى.
الله وبركاته. ازيك يا شيف عظيم؟ اهلا بحضرتك، نورتين. ازيك صحتك عامله ايه؟ الحمد لله حبيبه قلبي، ربنا يبارك في عمرك. انت اعظم انسانه وفي اعظم مكان والله. يا رب يبارك في عمرك يا حاجه، تسلمي. الله يحفظك. يا رب نبارك لك بكره ان شاء الله. امين. يا رب يا رب. احنا اهلاويين من النخاع والله. تحيه لحضرتك. انت تحيه. انت في اعظم مكان وفي اعظم، عند اعظم رئيس وفي اعظم. امين فيه. امين يا حبيبتي، امين يا رب العالمين. يا رب يخليك. تسلمي يا حاجه. دعواتك ودعوات المصريين يا رب يوفقهم، يا رب ويفرح الجميع ان شاء الله باذن الله. اللهم بارك لهم. امين يا رب العالمين. تسلمي يا حاجه ليلى، ما تحرمش منك ابدا. جزاك الله كل خير على مداخلتك. انا هعمل شويه باذنجان مخلل وطماطم مخلله، الاكله دي محتاجه حاجه تفتح النفس جنبها. معلش انا مش هقلي الباذنجان، انا قلت لحضراتكم الباذنجان لما بيتقلي بتضيع كل الفايده بتاعته، انا مش عايزاها تضيع، انا محتاجه طبق بس يا مصطفى كده بس. تسلم ايدك. خلاص بصوا بقى، هسلق شويه باذنجان. حضراتكم بقى انا يعني نفسي نبطل فكره نقلي الباذنجان. هسلقه، حطيت في الميه عصير ليمونه عشان احافظ على بياض القلب بتاع الباذنجان، وفي نفس الوقت يبقى مديله لون حلو. طيب الفكره بقى ان انا احافظ كمان على اللون. بصوا اعمل كده طبق كده، بس الطبق ده مش هينفع يا مصطفى، عايزه طبق مدور، عايزه طبق مدور. ممكن احط بوله بس انا ايه مش عايزاها تبقى، ممكن تبقى كده اهو، بس هات لي طبق مدور مسطح احسن. لا لا ان شاء الله لا، عايزين طبق بس كده ننزل الايه حاجه من على وش الباذنجان نغطسه شويه، طبق مدور او صغنن حاجه كده، ممكن اللي هو ده اي حاجه. ننزله كده نغطسه عشان كل الباذنجانات تغطس في الميه فتاخد كلها نفس التسويه. هنسيبه كده 10 دقائق 12 دقيقه، وبعدين هجهز مع حضراتكم تتبيله سريعه حلوه جدا. اضربوها في الخلاط، تضربوها في الكبه زي ما تحبوا. هنتبل بينها شويه طماطم مخلله وتسلم ايدك يا مصطفى. بسم الله. وشويه من الايه، بسم الله اهو ده ينفع. ايوه كده هو ده الكلام. بصوا بقى لازم ينزل كده يغطس تماما عشان تلاقوا القلب بتاعه ابيض وياخد التسويه مظبوطه. وطبعا انا بحافظ على الجزء اللي فوق ده علشان يحفظ البتنجانيه ماسكه نفسها وما تتهريش مني، ده مهم برضو. طيب تعالوا بقى دلوقتي نبص هنا، بدا الايه الصوص يصلصل شويه. تعالوا كده نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بشويه من الفول المدشوش. طبعا الوصفه دي ممكن تتعمل بالفول الاخضر بس فصصوه، يعني الفول الاخضر لو حضراتكم هتستخدموه يبقى احنا هنستخدم الفول الاخضر، لكن هنشيل القشره الخارجيه عشان تبقى حلوه معايا. مش عايزه اكتر الفول لان هو يمتص شويه من السوائل دي عشان يستوي، فانا مش عايزاه يجفف السوائل بتاعتي، عايزاه يبقى برده فيه شويه صلصه كده. بسم الله كده نسويه بقى شويه في شويه الصوص دول كده، وايه وبعدين هجهز له بقى شويه طشه. نحط عليه شويه تقليه كده، شويه ثوم، شويه ايه كزبره ناشفه، وشويه كزبره خضراء، وننزل له طشه كده تديله طعم. هنقفل بقى هنا بسم الله، وتعالوا بقى نجهز الايه التتبيله. احنا عندنا هنا، خليني اخد من هنا اهو من الكزبره الخضراء. بصوا بقى احط في الخلاط، انا والله ممكن احطهم كده في البتنجانات لان هم صغننين، هم الولاد مقطعينه صغير. تعالوا بصوا بقى هعمل ايه في الطماطم. هاخد كده الطماطم، تعالوا ننزل مقاديرها الاول. عندي للطماطم المخلله طبعا شويه ثوم، عندي كمون، عندي خل، عندي عصير ليمون، عندي فلفل ممكن يكون رومي لو حضراتكم مش حابين الحار، عندي فلفل حار لو حابين تحطوا قرن فلفل حار ماشي، ممكن مكانها معلقه هريسه. هو كمان حاطط لي هنا معلقه هريسه، معلش انا هحطها معاهم تدي طعم للبتنجان. وعندي الثوم هنا اهو حبه حلوين عشان احنا عاملين طماطم وبتنجان. عايزين تحطوا نعناع كمان اخضر مفيش مشكله. هنا الطماطميه التقليديه بنفتحها كده، نشيل بس الجزء اللي هنا، بنفتحها اربع تربع. ده الطماطميه بتاعت زمان اللي كانوا اهالينا وامهاتنا بتعملها دايما. انا لما بلاقيها طويله كده الحقيقه بحب اعملها كده، يعني اعملها شرايح كده. بصوا ازاي كده بسم الله، واحشي بين الايه اللي دي بتبقى شكلها حلو، بتتقطع كده بالشوكه والسكينه، كل واحد ياخد اللي هو عايزه. لكن
يعني برضو كنوع من انواع الايه التغيير، لكن انا طبعا هعملها لكم بالطريقه بتاعتنا. احنا عاملين كل الحاجات قديمه النهارده على شرف اهالينا وجداتنا وعلى شرف حضراتكم اللي طلبتوه. هنعمل كده، ما بفصلهاش للاخر، لازم تبقى طماطم جامده شويه اهو، وبشيل بس الجزء اللي فوق ده، لازم مهم قوي نشيله ونتخلص منه عشان ما يبقاش برضو في الثمره كويس يعني. خلاص كده تمام. هاخد بقى البوله دي هبدا اجهز فيها التتبيله. عندي ثوم وهعمل بقى كميه حلوه علشان انا عندي بتنجان وعندي طماطم. يلا نقول التتبيله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كده حوالي راس ثوم مثلا، عندي بقى فلفل رومي احمر، عندي فلفل اخضر، عندي شويه كزبره خضراء، هزود معلش الخضره شويه لانها بتبقى الحقيقه بتدي طعم جميل جدا، عندي شويه كمون حلوين، وهحط معلش انا مش هضيف الجزر دلوقتي الا للطماطم عشان انا مش هحطه على البتنجان، هحط كده نص معلقه من الهريسه او ممكن مكانها الفلفل الحار، هجيب الملح، هجيب عصير الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ادي الملح، وهاخد الخل، وطبعا هنحط زيت زيتون برده او زيت نباتي زي ما انتوا عايزين، شويه خل، شويه من عصير الليمون، خلينا نقلب كده تقليبه حلوه الخلطه القمر دي. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه بقى زيت حلوين زيتون كده. بسم الله اهو. وما تنسوش انا هاخد هنا كبشه من ميه سلق الباذنجان هحطها على الخلطه دي، اولا هي ماده حافظه في نفس الوقت عشان يصلصل في المكونات بتاعته. ادي الصلصه اللي احنا او الصوص اللي هنعمله في تتبيله الطماطم المخلله عشان تعجب حضراتكم. بصوا بقى في تاتش بسيط لو عايزين تضيفوه، يا اما ورقتين نعناع خضر، يا اما بصوا طرف المعلقه كده شويه نعناع، ودوقوا الطعم بقى وادعوا لي، حاجه بسيطه قوي لا تذكر. اهو كده احنا اسسنا التتبيله، وتعالوا بينا اوري حضراتكم تشوفوا البتنجان بقى شكله ازاي، ونبص على المفصصه هنا. بسم الله خلينا نقلب تقليبه حلوه اهو. الفول هنا بيبدا يستوي، نقلب تقليبه حلوه يستوي بس ويبقى معانا مظبوط وطري، وبعدين نبدا نعمله الطشه. هنا بقى البتنجان، خليني اجيب كده ايه الجلافز ده. بسم الله الرحمن الرحيم، وهوري حضراتكم كده اهو. لا بصوا كده، بسم الله لسه شويه بس هوريكم برضو. بصوا لازم كلها، بصي دي عشان غطست خالص لسه قدامه شويه صغيرين كمان هغطسه، وعقبال بقى ما نطلع لاستراحه بسيطه هنرجع ان شاء الله يكون استوى معانا، وهنحشي مع بعض الطماطم المخلله وتكون المفصصه خلصت، ونعمل اخر وصفه بسيطه معانا، هي وصفه سريعه وجميله برضو، الكشك الفول. ناس كتير قوي بتحبه غير الكشك بالجمبري الاسكندراني، طبعا تحيه لكل اهل اسكندريه، ان شاء الله نعمله مع بعض قريب باذن الله. اسمحوا لنا في استراحه ونرجع للاكسترا تايم في انتظار حضراتكم.